مش قادر اقول لكم انا مبسوط قد ايه ان انا موجود معاكم في اسم كبير زي اسم تيدكس. طبعا انا ما كنتش اعرف عنهم حاجه، بس كتر خيرهم يعني عملوا لي قيمه كده وقالوا لي تعالى تكون معانا النهارده. يعني انا خريج تجاره خارجيه 95، فاشتغلت على طول الحمد لله بعد ما اتخرجت. في سنه 96 كنت بشتغل في شركه مقاولات في الزمالك. فانتوا عارفين شركات مقاولات بيبقى واخده زي شقه في عماره كده، فكان باب الشركه باب ازاز الوميتال كده. فجيت في يوم كنت سهران في الشغل، فلقيت حد بيخبط على الباب الازاز، فقمت بصيت ففتحت له، فلقيته بيقول لي مختي. فانا بقول له ايه؟ قال لي مختي. فانا بقول له مجدي؟ قال لي اه. قلت له آه هو مش موجود بس في حد تاني. أنا عمال بتكلم فحسيته مش فاهمني وابتدى يقول حاجات أنا مش فاهمها، فدخلت ندهت الحد من جوه، قلت له سامي في حد بره بيسأل على مجدي، أنا مش عارف مجدي ده كان زميلنا في الشركة يعني. فالمهم جاله شوية ندهنا مجدي، فمجدي جه فلقيت مجدي عمال يشاور له والولد عمال يتعصب جامد قوي وكده، فبيني وبينكو صعب عليا قوي انه قلت ده حد من الصم والبكم يعني. ففضل يتناقش حبه كتيره وانا قاعد مراقبه. بعد ما خلصوا الحوار بينهم وبين بعض مشي، فانا بقول له مجدي هو ماله ده؟ قال لي الولد ده اسمه محمد وشغال في تشطيبات السيراميك بتاعه محطات مترو الانفاق، كنا واخدين مقاولاتها يعني. فقلت له ايه مشكلته؟ قال لي عنده مشكله ليه فلوس والمهندس بتاع الموقع مش عايز يديله الفلوس دي. فقلت له يا اخي هو احنا هنبقى احنا والزمن عليه؟ المهم جريت ورا الولد، طبعا انا مش بعرف اتكلم لغه الاشارات، فقلت له كتبت رقمي تليفوني في ورقه وقلت له بص ده تليفوني وده اسمي، لو عايز اي حاجه قعدت اعمل له كده، قلت له لو عايز اي حاجه كلمني يعني. بعد 15 يوم لقيت تليفون جاي لي، حد بيقول لي انا من طرف محمد اللي انت سبت له رقمك وهو عايز يشوفك. فرحت جدا، بس وانا رايح ما بقتش فاهم انا رايح اعمل ايه يعني. واحد انا مش فاهم لغته وهو مش فاهم لغتي، طب هنتكلم مع بعض نعمل ايه يعني. فالمهم لما رحت معاه لقيته بينطق بعض الالفاظ، ابتدى يحكي لي حكايته على قد ما يعني على قد ما يقدر يوصل لي الفاظ، هو مش سامع طبعا خالص، ان هو كان وهو سن 5 سنين جات له الحمى الشوكيه هي اللي افقدته السمع، بناء عليه ما بقاش يعرف يتكلم يعني. وقال لي بص امير انا يعني مبسوط قوي ان انت اهتميت بيا وانا هعلمك لغه الاشاره. خلي بالك احنا مش بنعلم لغه الاشارات دي لحد، لان احنا ما عندناش وشوشه. لو انت بتعرف لغه الاشارات اي 2 واقفين بيتكلموا في الشارع انت هتفهم الحوار اللي بينهم، ما ينفعش حد ياخد حد على جنب كده ويوشوشه زي ما انتوا بتعملوا. ما كنتش فاهم ليه الموقف ده حصل في حياتي، بس انا مقتنع بحاجه لسه حتى كنت بتناقش مع حد، انه مفيش حاجه بتحصل في حياتنا صدفه. وجودنا في المجتمع في الدنيا في العالم اللي احنا فيه ده كله في رساله ربنا حاططها جوه كل واحد فينا. مش الهدف ان انت تاكل وتشرب وتتجوز وتجيب عيال وتخلف وخلاص، لا انت ليك دور ولازم تفضل طول حياتك تدور على دورك في كل مرحله المفروض يبقى ايه. الكلام ده كان في شهر 5. في شهر 7 لقيت محمد جاي بيقول لي، طبعا كل الحوارات اللي احكيها دي كلها بلغه الاشارات، لقيته بيقول لي انا فرحان قوي احنا طالعين العريش لمده اسبوع مع مركز شباب عين الصيره. قلت له طيب كويس انا هجيلك الصبح عند مجمع التحرير في القاهره، هجيلك عشان اسلم عليك قبل ما تمشي. قال لي لا لا روح شغلك انت. قلت له لا انا هجيلك الصبح. كان ميعاد الرحله الساعه 7 الصبح، رحت لقيت 10 اتوبيسات مصر للسياحه. الرحله دي كانت تبع المجلس الاعلى للشباب والرياضه، تبع وزاره الشباب والرياضه. الكلام ده كان سنه 96. فروحت واخد معايا كيس بقى فيه بسكتس وشيبسي وعصاير وحاجات كده واديتهم له. هو كان فرحان جدا وهو كان يعني وشه بشوش قوي يعني. فطلع ركب الاوتوبيس هو واصحابه، وشويه جه مشرف الرحله عايز ينده الاسماء، ابتدى ينده اسماء الناس اللي موجوده في الباص بتاعه لغايه ما جه عند اسماء محمد وال 12 واحد زميله، كانوا 13 واحد صم وبكم. قعد ينده الاسماء محدش يرد، ينده الاسماء محدش يرد، فابتدى يبص ورا فشافهم قاعدين في الاخر خالص عمالين بيشاوروا. فنادى على واحد من المشرفين قال له لا ايه ده ايه ده نزل لي ال 13 دول. فانا كنت واقف جنبه، مش صدفه كنت واقف جنبه، فجريت على الشباك شاورت لمحمد قلت له ما تنزلش غير لما اقول لك، ورجعت تاني للمشرف قلت له حضرتك هينزلوا ليه؟
قال لي حضرتك ده مؤتمر شباب جامعي تثقيفي ودول 10 اتوبيسات طالعين عندهم هياخدوا محاضرات ومعرفش ايه، مش هينفع يحضروا. قلت له يا فندم معلش الكلام حضرتك بتقوله مش مظبوط، دول ناس اخدوا اجازات من اشغالهم علشان يطلع يغير جو، فما ينفعش اجي دلوقتي اقول له انزل. قال لي مين حضرتك؟ قلت له انا ليا واحد صاحبي فيهم. قال لي لا معلش ما هم مش هيطلعوا. قلت له هم مش هينزلوا. فقال لي يعني ايه مش هينزلوا؟ قلت له يعني مش هينزل، هو مش هينزلوا غير اذا شاورت له ونزلته، لو حضرتك تعرف تنزلهم بالعافيه نزله. فقال لي طيب ممكن حضرتك تتفضل معايا فوق في مجمع التحرير في المكتب بتاع وزاره الشباب؟ قلت له ماشي. الساعه بقى كانت دخلت في 8، طلعنا فوق عمل مكالمه تليفون، فلقيت اللي بيكلمني من الناحيه الثانيه قال له بص حضرتك هو معاك امير المترجم بتاعهم. فاداني التليفون فلقيت واحد صوته صاحي من النوم فعلا يعني بيقول لي حضرتك مش هينفع يطلع. قمت رديت عليه بنفس الطريقه قلت له حضرتك قاعد بتشرب القهوه وبتحل مشكله اساسا انت مش شايفها، قمت مغير لهجتي انا كنت خريج بقالي سنتين. قلت له بص عموما حضرتك هو حقهم هيجي وانا يعني انا اوعدك انه حق الشباب دول مش هيتساب. قال انت بتهددني؟ قلت له انا مش بهددك بس انا بوعدك ان حقهم هيجي. نزلت كانت الساعه دخلت في 9 يعني فضلت العشر اتوبيسات متعطلين طول الساعتين دول. نزلت شاورت لمحمد قلت له انزل انت واصحابك. نزلوا مش قادر اوصف لكم علامات الحزن اللي كانت على وشهم، مش لان هم ما طلعوش الرحله، لا لانه هم حسوا نفسهم قليلين. قلت له صدقني يا محمد يعني ربنا يرتب حقكم هيجي. رحت شغلي اليوم ده متاخر ساعتين، دخلت المدير حسابات قلت له انا مش هشتغل لغايه ما اكتب حاجه لازم ابعتها بريد الاهرام. قال لي هتعمل ايه يعني لما تبعت لبريد الاهرام؟ قلت له هعمل اللي عليا مش هعمل حاجه اكتر من اللي عليا. قعدت كتبت القصه اللي حصلت كلها وظبطتها كويس قوي وابتديت ابعتها فاكس على بريد الاهرام. كان زمان بيجي في جرنان الاهرام كده حاجه اسمها بريد الاهرام بتبقى بيعرضوا مشاكل من اللي بتحصل في البلد يعني. فضلت ابعت الفاكس ده وتطلع الورقه من الفاكس وابعتها تاني وتطلع وابعتها تاني وتطلع وابعتها تاني وبعته بالبريد يعني بعته بكل الطرق. الكلام ده كان يوم 5/7/96. يوم 7/7 البريد 12 في جرنان الاهرام وتعلق عليه انه فعلا السؤال اللي بيساله امير تدرس عشان خاطر محمد صاحبه وخلوا بالكوا بيتكلم بصراحه. سنه 96 كانت من السنين الشديده جدا في موضوع الفتنه الطائفيه جوه مصر لان كان حصل حادثه في الاقصر وبعدها حصلت حادثه قتل اقباط في المنيا. فانه يطلع في الوقت ده واحد اسمه امير تدرس بيدافع عن حق محمد و12 شاب ما فهمش ولا واحد مسيحي حتى عشان يتقال ان امير بيعمل كده عشان واحد صاحبه فيهم يعني. 12 البريد يوم 7/7. يوم 9/7 نزل اعتذار من وزارة الشباب والرياضة لل 13 شاب ان الوزارة عملت فيهم كده مع تعويض ان الوزارة هتطلعهم على حسابها كنوع من انواع الاعتذار وطالبين انه امير المترجم بتاعهم يروح يقابل وكيل وزارة الشباب والرياضة علشان يتفق على المعسكر اللي هم هيطلعوه. لما الكلام ده اتنشر في الاهرام رحت للمدير بتاعي قلت له مرسي. رحت للمدير بتاعي ورميت له جرنان في وشه قلت له انا عملت اللي عليا وربنا عمل اللي عليه. قلت له عن اذنك انا عندي ميعاد مع وكيل وزاره الشباب والرياضه. رحت على هناك وانا لابس جينز وكوتشي ودقن طويله. دخلت على المكتب بتاعه السكرتيره بقول لها عندي ميعاد مع محمد بيه. قالت لي معلش عنده اجتماع. قلت لها طب لما يخلص قولي له امير تدرس. ما كملتش الكلمه قالت لي ثانيه واحده. دخلت خبطت عليه العادي بتاعنا يعني دخلت خبطت عليه. فالراجل فعلا كان عنده اجتماع بس كتر خيره يعني اعتذر للناس وقال لي اتفضل. دخلت قعدت معاه لسه هيبدا يتناقش معايا قال لي على فكره الاستاذ مصطفى مش غلطان. قلت له محمد وزمايله مش غلطانين. قال لي بس خلاص احنا جايبينك هنا عشان نحل الموضوع مش عشان حاجه يعني. فاتصل بواحد اسمه الاستاذ صلاح انا فاكر الاسماء كويس زي ما يكون الموقف حصل امبارح. اتصل بواحد اسمه الاستاذ صلاح قال لي ده مدير عام معسكرات الشباب على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انزل تحت هيفتح لك الخريطه بتاعت مصر نقي المكان اللي انت عايز تاخدهم فيه بس بشرط لازم تطلع معاهم. قلت له انا موافق. اخدت اجازه من شغلي وطلعنا معسكر دولي في بورسعيد. قضيت اجمل 5 ايام في حياتي مع 13 شاب مسلم مفيش حد فيهم بينطق كلمه. كنت بتعامل مع 13 واحد كلهم او اغلبهم اكبر مني انا اللي بوديهم البحر وانا اللي باخدهم ننزل انزل بيهم المطاعم وانا اللي بقعد بيهم في المعسكر. واحنا راجعين وقف واحد منهم ابتدى يشاور
انا بفهم 80% من لغه الاشاره يعني اللي كان شغال بيها. فضل واقف قاعد عمال يقول احنا كنا طالعين رحله والرحله دي اتلغت وبعد كده جينا النهارده وانبسطنا وقضينا 5 ايام وكده، كل ده بفضل مين؟ وقام مشاور عليا اوت اوف الصمت اللي كنا فيه في الاوتوبيس، لان هو بيشاور بس لقيت الاوتوبيس كله بيسقف. فانتوا متخيلين هم بيعملوا حاجه هم حتى مش سامعينها، جاست ان هم يدوا تقدير للي قدامهم. ساعتها ادركت انه احنا وجودنا مش صدفه، مفيش حاجه بتحصل في حياتنا صدفه، كل واحد ليه دور لازم يعرفه كويس. دي حكايتي مع محمد. من هنا ابتديت افهم انه طالما انا ادركت ان انا عليا دور ناحيه كل حاجه سلبيه ممكن اكون واشوفها في حياتي، انه لازم تبقى هي دي طريقه تفكيري. اتجوزت سنه 2002، سنه 2003 ربنا رزقني بطفل اول اطفالي، انا ولد وحيد، فبالنسبه لي اغسطينوس ده كان حكايه عمري، يعني ده ابني واخويا وكل حاجه. عند سن سنتين ونص اكتشفت انه عنده سمات توحد، ما عندوش تواصل بصري، عنده هايبر اكشن، عنده تشتت، قلة تركيز، فرط حركة، متأخر في الكلام، متأخر في النمو in general، وقالوا لي لازم تعرضه على طبيب نفسي. قلت لهم مش هقدر، اروح بابني الدكتور واقول له لو سمحت عالج لي ابني. اتفرجت على الفيلم ده، دي قصة هيلين كيلر. اوكي، انا عملت الكليب ده مدته 5 دقايق، هنشوف الحتة دي واكمل كلامي معاكم بعد اذنكم. اتفضل. But I know one word and I can put the world in your hand. And whatever it is to me, I won't take less. How do I tell you that this means a word, and the word means this thing, wool, or this, S-T-O-O-L, means this thing, oh, dress, F-A-C-E, face! خلاص رجع تاني القصر، ابتدت تاكل وتبهدل الدنيا زي ما هي عايزه. في اللقطه دي هي كانت المفروض انها عايزه تشرب وبتطلب الميه بانها تحط ايديها في الميه، قالت لها لا انت لازم تيجي تنطقي كلمه ميه علشان تشربي. الكلمه الوحيده اللي كانت تعرفها هيلين كيلر قبل ما تفقد السمع والكلام كلمه واو، هي كلمه ووتر، على قد ما عرفت تنطقها قبل ما تجيلها الحمى. حروف الكلمة زي ما علمتها لها هي. Yes!
في بدايه تعب ابني شفت الفيلم ده. الفيلم ده فيه منه فيرجن تاني بالالوان، فالبنت اللي قايمه بالبطله في الفيلم الالوان تشبه ابني شويه، فنفس الحركات اللي كانت هي بتعملها وهي مش سامعه ومش شايفه كان ابني بيعمل حركات شبيهه ليه، من هز الراس وهز الايدين والجري بسرعه وانه متاخر في الكلام وكده. فقعدت طول الفيلم ببكي، بس طلعت من الفيلم ده بالحاجه اللي مش صدفه، انه إذا كانت المدرسة اللي جاية بالفلوس بالحب قدرت تخلي قدامها واحدة مش بتسمع ومش بتشوف ومش بتتكلم إنها تنطق. اللي يعرفوا قصة هيلين كيلر، هيلين كيلر خدت جائزة نوبل للسلام، هيلين كيلر ليها محاضرات بتقولها بالصوت موجود على اليوتيوب، تقدروا تخشوا تسيرشوا وتسمعوا عنها يعني. فقررت إن أنا أعالج ابني جوه البيت. رجعت البيت بعد ما عرفت القصة بتاعته كلها، وانه ما عندوش تواصل بصري، ما بيبصش في عينين اللي قدامه، انه على طول قاعد على الارض، ما بيلعبش مع اصحابه، كل الكلام الشكاوي اللي كانت جالي منه في الحضانة. وابتديت اقعده على رجلي في البيت وشه ليا، وابتديت انا اللي ابص لعينيه، ما استنهوش هو يبص لي، يعني هو يبص يمين اروح له يمين، يبص شمال اروح له شمال. بعد حوالي شهور كان ابتدى يلقط نن عيني كده لمدة ثانية ثانيتين، قلت خلاص يبقى في أمل. نشكر ربنا بعد 3-4-5-6 شهور كان موضوع التواصل البصري خف، كان موضوع انه يجري، هو ما كانش بيمشي، كان على طول بيجري على طراطيف صوابعه، وكان عنده موضوع هز الراس ده، كنت بحط ايدي ورا راسه عشان مش اعوقه، عشان بس يحس ان انا اللي بتحكم في هزه راسه، فانا اللي اقول له لا سيب لي راسك، انا اللي هحركها مش انت، عشان اخلي الاوردر في ايدي انا. لغايه ما وصل سنه 4 سنين، الكلام ده كان سن 2.5، لما وصل سنه 4 سنين دخلنا عملنا المقابله في المدرسه، شبه اترفض لانه فضل يلف حوالين مكتب المديره وجري قعد لوحده في الاوضه بتاعتها، فقالت لي ابنك مش هيركز معانا في المدرسه، فقلت لها انا بترجاكي انك تقبليه، ولو حصل حاجة بعد كده كلموني وأنا هجي أسحب الفايل بتاعه. دخل المدرسة فعلا، بعد 3 أسابيع لقيت المدرسة بتكلمني بتقول لي أنا مش فاهمة أنتوا بتتعاملوا مع ابن حضرتك ده إزاي، ابنك ما بيبصليش، ابنك ما بيطلعش حاجته من الشنطة، ابنك على طول قاعد لوحده ما بيكررش الكلام ورايا، أنا عندي 38 ولد في الفصل بعملهم بطريقة وابنك لوحده بتعامل معاه بطريقة تانية. قلت لها طيب أنا استأذن حضرتك بس اقفلي وأنا 5 دقايق وهكلمك. كنت سايق العربيه في القاهره، ركنت العربيه، انهارت طبعا من العياط لانه مطلوب مني ان انا اروح احل الموضوع في المدرسه، ابنك مش متجاوب يعني اتفضل الفايل بتاعه. في اللحظه دي قعدت صليت في العربيه، قلت له بص يا رب الامير يقدر يعمله عمله، المرحله اللي احنا واقفين فيها دلوقتي دي لازم انت تمد ايدك، انا مش هعرف اعمل فيها حاجه. ندرت نادر عندنا القديس اسمه ماري جرجس، قلت له بص احنا كنا في شهر 10، أغسطينوس عيد ميلاد 31/10، فقلت له في كل عيد ميلاد لأغسطينوس أنا هودي خروف في كنيسة من الكنائس بتوعك يعني، بس أنا مش عايز الفايل بتاعه يتسحب من المدرسة. كلمت المدرسة بعدها تاني في نفس اليوم، قلت لها هو أنا لو عملت حفلة عيد ميلاد لأغسطينوس في البيت حضرتك تشرفيني؟ قالت لي آه طبعا. قلت لها بس أنا عايز أغسطينوس يشوفك وانت بتتكلمي وبتضحكي معايا في البيت عندنا، أعتقد إن ده نفسيا هيفرق معاه في المدرسة. قالت لي طب أنا ما عنديش مشكلة خالص. حفلة عيد ميلاد أغسطينوس كانت يوم الخميس، يوم الجمعة الخروف اتذبح في الشهر ده، يوم السبت كنا متعودين ان احنا بنقعد نذاكر انا وهو 6 ساعات من 8 الصبح ل2 الظهر، لانه كان عنده تأخر في التحصيل، الأطفال التوحيديين مش بيبقوا قادرين يحصلوا بنفس الأطفال الطبيعيين يعني. اللي كنا بنخلصه في 6 ساعات الهومورك خلصناه في اليوم ده في 2:45. حسيت ان انا يوميها خدت جايزة دكتوراه مع ابني ان احنا قدرنا نعدي الوقت ده. الاسبوع ده كنا بنتعلم فيه نكتب حرف الالف والب. الالف كانت سهله لان الالف عصايه واقفه، الب كان فيها مشكله ان الب فيها سنه وشرطه طويله ونقطه محطوطه في الاخر، ففي نص ما انا بتكلم معاه وبزعق له اكتب 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 بكى. اول ما بكى طبعا انا ما استحملتش يعني، فقلت له بص يا أغسطينوس احنا مش هنذاكر، شلت الكتب من قدام الترابيزه وجبت ورقة A4 رسمت عليها بطة ولزقتها على الدولاب، وجبت ورقة تانية وكتبت عليها حرف ب كبير وحطيتها تحتها. قلت له قال لي امال احنا هنعمل ايه يا بابا؟ قلت له احنا هنرقص. خدته شيلته بقيت اجري اتنطط بيه في الاوضه واجي عند الدولاب واقول له ايه دي يا تينو؟ يقول لي دي بط. اقول له لا يا حبيبي دي ب بط.
واخده واجري الف بيه تاني ونرقص تاني ونيجي عند الدولاب واقول له دي ايه تينو؟ يقول لي دي بات. اقول له لا به بات. الكلام ده كان يوم السبت. يوم الاحد اغسطينوس راح المدرسه، رجع لقيته بيقول لي بابا اقول لك به ايه تاني؟ قلت له ايه؟ قال لي به بابا. ساعتها ادركت ان انا يعني قمت بالدور اللي عليا ناحيه ابني. هو ده اللي عايز اقوله النهارده، انه كل واحد ليه دور، كل واحد ليه رساله. لو انت عايش بس علشان تاكل وتشرب وتشتغل وتجيب فلوس وتصرفها، اعرف ان انت لسه ما لقيتش دورك. كل شاب لسه ما اتجوزش وانت بتتجوز، ما تدورش على زوجه، دور على ام لاولادك. وكل واحده لسه ما اتجوزتش، ما تدوريش على زوج، دوري على اب لاولادك. ميرسي جدا.